وهن بيعرفوا كتير منيح انه نحن بساعه الصفر بننزل 20,000 مسلح بالشارع. منين بدك تنزل 20,000 مسلح؟ منين؟ هذا مين؟ ما بعرف شيء، والله ما بعرف شيء، انا ما بعرف شيء. ما بتعرف شيء؟ لا لا لا، هذول مين؟ منظمة طلاب الأحرار. لا لا، هدول الشباب اللي عم نسألهم عم بيقولوا ما بنعرف مين. ما بيعرفوا مين مين، ما بيعرفوا. حزب وطن الأحرار طلب منهم يجوا بكل بساطة. مين هن؟ طلاب وطن الأحرار، هن طلاب بالمنظمة عنا، ولكن كلمتنا عن طلاب بالمنظمة. لا ما بعرف، ما بعرف. بيقبل واحد يمسك علم أحرار تاريخي؟ لا بيقبلوا، ما حملوها، هن حملوها. بتعرف شي عنها؟ ران، ليش قررت اليوم تجي تتظاهر؟ كرمال السيد ما بتعرف ليش جاي تتظاهر؟ لا والله. بس ما قالوا لك ليش بدك تجي تتظاهر؟ مش عارف ليش جاي تتظاهر؟ كويس لك جعفر سيف بقى، ما انه عارف ليش جاي يتظاهر. بتعرف ليش جاي تتظاهر؟ ما اعرف. كرمال كرمال الريت، كرمال هذا الشاب، كرمال شو هو هذا الشاب اللي جابنا.